السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين دايما يا رب. طبعا الفيديو ده اخر فيديو من رحلة المصيف في اسكندرية. طبعا احنا راكبين القطر، وهو المفروض كان يطلع 3:30، بس ضحك علينا من ضمن الحاجات برضك اللي في هتحصل في الفيديو دون ان اتأخر، بقى ماشي الساعة 4. يعني احنا جايين جري وقلنا نستعجل عشان القطر وكده، والجو ما ادراكه في اسكندريه، يعني في اسكندريه في عز الهوا الحر شكله ايه الشمس، فما بالك بقى بعد ما نزلنا. ده موال تاني هحكي لكم عليه برضو في اخر الفيديو. يا ريت بقى اللي يستنى يتفرج لاخر الفيديو ما ينساناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مننا. بعد الساعه 4 بقى ابتدى هو يتحرك، بيبتدي بطيء جدا بطيء جدا. انا قلت اصور لكم، بس اي نعم ايه، مش هصور كتير عشان ما اضايقكوش بالرحله دي. بس استنوا لاخر الفيديو، في مناظر جميله هتشوفوها جدا. في البدايه كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هو برضو لسه ماشي بطيء عشان قبل ما هيحمل لسه في سيدي جابر، لان احنا المحطه الاساسيه دي بيبقى فيها ناس قليله، بقى في ناس حاجزه من سيدي جابر، فالزحمه هتشوفها برضو في الفيديو. اولا الرحله دي من اولها كده كان ايه، مش قادره اقول لكم الرحله بتاعت اللي احنا راجعين، ان في ولد او في عيله حجزت متاخر، فالحجز بقى خلوهم ما لهمش كراسي فهم واقفين، فكان الجد والجده والاحفاد وابنهم ومرات ابنهم. انا مش قادره اقول لكم الصداع اللي جالي واحنا قاعدين في اخر العربيه او في اول العربيه، يعني حسب ما قلبوا الكراسي. الواد اللماضه، هم كان كذا ولد اللماضه مش قادره اقول لكم عليها، وبيهزر واهله بيضحكوا، واحنا طبعا قاعدين وجايين من مشوار كبير والكلام ده، بس على مين استحملت؟ قلت ايه خلاص عيل برضك، واحنا برضك عشان عيلنا كبر، ما عيلنا وهم صغيرين كانوا بيعملوا كده، فقلنا ايه الله المستعان. فطبعا احنا دلوقتي هو القطر ماشي بطيء عشان لسه برضك زي ما قلت لكم ما تدخلش او رايح داخل على سيدي جابر. احنا كده داخلين على سيدي جابر، اول محطه بعد اسكندريه، محطه مصر. كده دخلنا سيدي جابر والقطر وقف ومخش على الصورة، عشان هي محطة سيدي جابر تحت منها، يعني في قبة فوق من المحطة بتاعت القطر، فالدنيا ضلمة. بس مش قادرة أقول لكم على الزحمة، اتملى. يعني أنا ببص كده لقيت الناس داخلة كتير بعيالها وبشنط، في ناس كانوا هيقعدوا على حجرنا، يعني هقول لكم عشان بصوا في زحمة هي جاية من ورانا، وفي حد راجع للعكس، فطبعا الست هتيجي اكنها واقفه على حجرنا، هيبان لكم دلوقتي. يعني انا قاعده في الكرسي اللي جنب الشباك اللي شنطتي قدامي دي، وبنتي جنبي مني، فطبعا دخلت على حجر بنتي وواقفه لغايه لما التانيين يعدوا. المهم يعني ايه، اتقضت المحطه وابتدينا نمشي اهو، باين بس الزحمه كده. ده انا ما جبتلكوش كمان من فوق الكراسي زي ما قلت الاول، خلاص هيبتدي يتحرك اهو، خلاص ابتدى يمشي والدنيا نورت، وبرضك الناس بقى ايه خلاص هو مشي، فبيتظبط بقى حالها وبتظبط انهي كراسي ليها والكلام ده. هو القطر ده مكيف يا جماعه، مش قادره اقول لكم الجو جوه كان جميل جدا، شكلنا لراحه لرجليا وراحه كجو، بيبقى القطر احسن عندي من العربيات المواصلات العاديه التانيه. بس مش قادره اقول لكم بقى نتيجه انا كنت سقعانه جوه القطر بعد ما نزلت، اكني رايحه فرن. الحمد لله، يعني الحمد لله من الساعة اللي جوه القطر اللي فيه شكل، هو المدام اللي قاعدة في الكرسي اللي قدامنا بس على الجنب التاني لابسة بنص كم، قبل ما تنزل أو في نص الرحلة كده لقيتها طلعت أشرف وحطيته على كتفها من السقعة.
نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. أولا أنا بحب أقعد جنب الشباك جدا، من قبل حتى القناة وقبل التصوير أنا بحب أقعد جنب الشباك، سواء في مواصلة عادية أو في قطر أو أي حاجة. بحب إن أنت تكوني إيه قاعدة في مكان وشايفة اللي حواليك كله، وأنت وهو ماشي كده القطر أو أي مواصلة، خضرة بقى، بيوت جميلة. يعني أنا بصراحة يعني برتاح نفسيا لما بلاقي المناظر دي قدامي، أو بيوت في وسط زرع بتبقى جميلة جدا. معلش بقى أنا ساعات بقطع الصورة وأجيبها لأني باخد تغفيلة كده أو تعسيلة كده. هو طبعا صحي من بدري ومع الشمس، وبصراحة أنا ما بشيلش معاهم حاجة، بس مجرد المشي برضو بيتعبني في الحر ده، فما بصدق ألاقي طراوة يعني اللي هو التكييف وكده. فإيه أنام شوية وأصحى شوية أصور لكم حسب ما ألحق بقى إيه الوقت اللي أنا إيه فيه. أهو بصي سرعنا أهو كده في الغيطان بقى والبيوت، وبيوت أشكالها جميلة جدا. فعلا محلاها عيشة الفلاح، هوا نقي، مفيش حاجات تلوثات، والخضرة قدامه، عيني مش شايفة الا الخضرة وشايفة الوسع. فبصراحة عيشة جميلة. المدن والتحضر والكلام ده ممكن يعملوا برضه وهو في وسط الغيطان، دي بيوت بتبقى حلوة وبيوت عالية وشكلها جميل كده زي القصور. ربنا يرزق كل واحد يا رب، ويرزقنا ويرزقكم كلكم بإذن الله. من ضمن الحاجات اللي في القطر برضو كان في الكرسي اللي ورانا شباب ومعاهم أسرة بتاعتهم، فعدد الأنفار مش ماشي مع عدد التذاكر، فبيقول له طب اديني كارنيه اشوفك، عشان بيقول له ده عسكري او شرطة او حاجة زي كده. يقول له طب وريني، قال له هوريك. الراجل يقول له طب هو انا هاخده يعني ورونه، وفي الاخر ايه اداهوله اهو. وفي الاخر برضو طلع الدساكر عايز منه برضو دساكر تانية، فخده وداه عند اول العربية للظابط اللي هو خاص بالقطر. دي طبعا تعتبر ابسط حالات اللي بتحصل في القطر واللي بنسمعها في السوشيال ميديا، والكوارث اللي بتحصل في، يعني زي ما كنا الكمسرية خلاص بقوا ايه العين عليهم من كتر الحوادث، فبيتكلموا بقى كويس دلوقتي وكده. وبرضو الشباب بصراحة كلامهم كويس، مش بيزعقوا ولا الكلام ده، فالله المستعان. بما اننا قربنا نوصل مش قادره اقول لكم نزلت من القطر، قسما بالله كنت عايزه ارجع تاني لولا بس الجلسات بتاعت رجليا. انا رجلي بره ورجلي جوه اكني داخله فرن بالظبط. دلوقتي احنا في محطه مصر، طبعا مش قادره اقول لكم حتى محطه مصر اللي في اسكندريه بقى يجددوا فيها، بقت ما شاء الله جميله. وهنا طبعا محطة مصر هي الرئيسية بقى اللي عندنا هنا في القاهرة، فبرضه من جوه حاجة تانية خالص. فطبعا البناء الواد والبنت عيالي يعني راحوا يصوروا. عندي بنتي مغربة بحاجة فيها تصوير في أماكن سواء أثرية أو أماكن كويسة زي كده، مغرمة تصوير، فراحوا يصوروا شوية عقبال ما احنا ناخد نفسنا شوية من القطر. ما نعرفش اللي مستنينا بقى بره المحطه عقبال ما طلبنا اوبر وعقبال ما دورنا عليه. انتوا عارفين رمسيس بيبقى مليانه زحمه، ومش عارفين الطرق الحواري اللي هو بيجوا منها، الحارات بتاعه العربيات يجوا منها الاوبر، وقفنا كتير ومشينا كتير لحد ما توفقنا الحمد لله ولقيناه. واحنا ماشيين وبصراحه شفت منظر على الكورنيش ناحيه كده وزاره الخارجيه او ناحيه الوكاله كده، عملوا تصليحات جميلة جدا، والأنوار بالليل مصر تحفة. أنا كده كده بحلوها ووحشها، أنا مصر عندي حاجة تانية يعني بحبها بكل تفاصيلها. وأبو عبد الرحمن كالعادة السواق اللي احنا راكبين معاه خد ود معاه في الكلام ودردشة وانسجم مع بعض جامد جدا. أنا سبتهم بانسجامهم وأنا عمال أتفرج بقى على الناس اللي ماشية على البحر كده في عز الحر، وكل واحد سواء خطيبته أو غير خطيبته طبعا، كل واحد أي أسرة صغيرة كده والشباب مع بعضها. بصراحة الجو جميل يعني. أنا ما طلعتش بره مصر، بس بصراحة أنا يعني عاشقة البلد دي، الحمد لله ربنا يحميها كده، هي وشبابها وناسها وأهلها يحميها من كل حاجة وحشة. الزهر مش بنتي بس المغرمة بالتصوير، في ناس اهي برضو بتحب المناظر الطبيعية بتصورها على البحر.
يعني انت معلش جاي بصراحة أنا ببقى عايزة أعمل لكم فيديوهات خاصة إن أنا أركب مواصلة أو وأنا في العربية أصور لكم المناطق الطبيعية اللي في مصر. أنا ذات نفسي لما بتفرج على فيديوهات زي دي أكني أنا اللي بخرج وبقى الواحد كده نفسيته مرتاحة. فالله المستعان كده الواحد يحاول يعمل لكم فيديوهات مناظر طبيعية وأنا ماشية في طريق في أي حتة في مصر. بس يا ريت تشجعوني عشان احنا لسه برضو القناة بتاعتي صغيرة وعايزة دعم منكم وربنا ما يحرمناش من بعض إن شاء الله. ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلوكم كل جديد وتفعيل الجرس وكومنت محفز منكم يا ريت أرجوكم. واخدين بالكم انتم من المناظر الطبيعية الناس اللي ماشية سواء أهل أو مش أهل واخدين بالكم. أنا مش بقول بصي بقى المنظر ده أنا أسأل تبع عبد الرحمن وإحنا في العربية قال لنا ده بصراحة عبد الرحمن هو اللي سأل وقال له يا بابا ده القصر ده بتاع إيه الأول يعني هزر معاه قال له ده قصر عبد الرحمن قال له لا دي وزارة الخارجية. بص المنظر منورة كده بالليل تحفة تحفة ما شاء الله ما شاء الله. واخدين بالكم برضه من عبد الحليم وأغانيه أول مرة أركب مع أوبر ومشغل حاجة كويسة من حاجة اللي برضو كان قلتها لك في اسكندرية قلت له أنا أول مرة كان مشغل نجاة حاجة وهم عن الشخبطة واللخبطة اللي بيشغلوها دي رغم احنا في الاوبر وبرده مكيفه انما كنا بنتكلم مع بابانا بيقول لك نفسنا نرجع تاني بيقول لنا قلت له اه نفسنا نرجع تاني في الحر ده نفسنا نرجع تاني باذن الله الصيف الجاي وعليك خير. اه يلا بقى كل سنه وانت طيب. اما في الابيض ده اهو بقى. اه. ترجع لنا في الطبيعه تاني. بصوا الزحمه لسه خربانه من بيوتها عشان بسبب الحر. بس كبر قصر النيل بيصور قدامه بيصور عياله والناس اللي على شفتوا من الزحمه الناس عماله حتى تنظم المرور. الناس كلها هجه من بيوتها بسبب الحر. واحنا الحمد لله الحمد لله هنا ما شاء الله عليه راجعين للحر يعني سايبين هناك. بس زي ما قلت لكم والله غصب عننا يعني كنا هنقعد وابو نور قال مش ابو عبد الرحمن قال نسيب. بص واحد بيصور بصوره بيقول لي ما تصورنيش هو اللي جه قدامي بسبب دروس عبد الرحمن بياخد يعني درس وبسبب ان انا الجلسات رجليا دي اللي رجعتني اقسم بالله هم دول بس الحاجتين. انا دلوقتي لا عندي محل ولا عندي طيور بربيها ولا حاجه وفاضيه بس الحاجتين دول هم اللي رجعوني. القعده هناك انا بنسى اللي في مصر يعني بنسى اللي في القاهره حاجة تانية بصراحة مع اني شقة عادية يعني بس برضو الراحة النفسية اللي بتلاقيها في المكان ما بتلاقيهاش هنا. شايفين البرج ده والمبنى اللي جنب البرج ده كان زمان يمكن من 27 سنة كان تبع التربية والتعليم اللي هو نادي نقابة المعلمين وكان نادي وكنا بنروح بس قلبوا فندق أو قلبوا حاجة تانية. فكل مكان من الحاجات دي كان الواحد ليه ذكريات كده أي نعم ذكريات بسيطة بس جميلة جميلة هي مش بتتقاس بالكمية لا بالمعنى اللي ورا حتى لو مرة واحدة خروجة بس كانت جميلة جدا. وروحناها كمان في عز كان في النطرة في الشتاء ده اللي كان الواحد بيجري كده تحت النطرة عشان يدخل النادي كانت أيام. الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه. أهو بصوا المبنى ده كده يعني كل ما بعدي عليه بفتكر الزيارة اللي احنا رحناها دي مرة أنا وأبو عبد الرحمن ومرة بس ومرة أنا والعيال يعني هو برضه. وادي كده العربية بتحاول من ناحية الأوبرا من قدام الأوبرا وهتطلع بقى الطريق أنا مش حافظة طريق كتير قوي يعني هنطلع على كوبري على شارع التحرير شارع التحرير تقريبا عملوا جنب الاوبرا هنا موقف للحناطير او الحنطور ده الحاجه الوحيده الواحد بصراحه عمري ما ركبتها بس في ناس كتير شفتهم بيركبوها واعرفهم يعني بيقولوا دي متعه تانية خالص. دلوقتي بقى خلاص اهو احنا ده وصلنا لشارع التحرير شارع عند تامين كده بتاع 6 اكتوبر وكشري التحرير وسينما التحرير. على فكرة مشروع اوبر ده حاجة جميلة جدا وحاجة شيك جدا وحاجة نظيفة وبرضو يعني لا يظلم ولا يتظلم
يعني اغلب الطقوسه، اغلب الطقوسه الابيض وسط دول بقى فظاع جدا. لا ده بصراحه حاجه قيمه وبتجيلك لحد البيت، يعني تطلبيها بتجيلك، ومن قبل كمان ما بتنزلي بتعرفي الحساب بتاعك قد ايه، يعني بتكوني ماشيه ومطمنه. حتى لو مثلا واحده من بناتي عايزين ينزلوا بيت، انا ببقى مطمنه، يعني معايا اسم العربيه، رقم العربيه، معايا اسم، مش اسم الراجل، صورته، يعني كل البيانات بتبقى موجوده عندي. فحاجه بصراحه جميله جدا الاوبر ده. احنا كده قربنا من ميدان الدقي من تحت الكوبري كده، هوريكم وانا ماشيه العمارة اللي انا بروح ليها للدكتور العظام دكتور مصطفى، في العمارة اللي فيها اتول، محل اتول، هو ده، هو ده كده ده البنك، وبعد كده هي العمارة دي، ايوه الممر ده هو اللي فيه. احنا يعتبر قربنا خلاص نروح. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش تقيله عليكم، وان شاء الله للقاء جديد مع فيديو جديد باذن الله. اشوفكم على خير وشكرا ليكم.